هنعمل دلوقتي مع بعض كفتة من البطاطس محشية تونة. يلا نعرف مقادير الوصفة بتاعتنا. هحتاج نص كيلو من البطاطس المهروسة، علبة تونة نكون مصفينها التونة القطع، بقدونس مفروم تقريبا حزمة مفرومة ناعم، عصير ليمونة، معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا صغيرة، معلقة كاري صغيرة، معلقة بهارات مشكلة صغيرة، ربع كوباية من الدقيق، بيض وبقسماط. يلا نبتدي مع بعض وصفتنا. اول حاجة البهارات بتاعتنا على البطاطس. هضيف البقدونس، البابريكا معلقة صغيرة، والكاري معلقة صغيرة، بهارات المشكلة، فلفل اسود والملح. وعصير ليمون. نخلط كل ده كده مع بعض. نضيف لهم الدقيق، ربع كوباية الدقيق. نعجنهم مع بعض كويس. كده عجناها خلاص. نبتدي بقى ايه، ناخد كده واحد كورة كده من البطاطس، نفتحها كده، ناخد قطعة كده من التونة. لسه كنت بقول لكم البطاطس لو اتحطت مع اي حاجة في الوصفة اللي فاتت تبقى طعمها حلو ولذيذ جدا. جربوا برضو البطاطس المحشية تونة دي هتعجبكم قوي. نحط كده ايه الكور بتاعتنا في البقسماط، نسيبها. ناخد التونة نحشيها جوه، نقفل عليها البطاطس كويس قوي. كده حشينا ايه البطاطس بتاعتنا كلها بالتونة. سلام بقى لو دخلناها الفريزر تجمد كده، وبعد كده ابتدينا ايه نقليها. بعد ما حطينا في البقسماط رجعنا تاني حطينا في البيض، وبعد البيض رجعنا حطينا في البقسماط. يعني البقسماط مرة أول مرة تمسك كده على البطاطس من بره، وبعدين نحط عليها البيض، وبعدين بقسماط تاني. نجيب طبق عشان نوسع لنفسنا كده نعرف نتبلها. ممكن كمان نعملها سبايسي بقى، نزود للبقسماط ده، نحط معلقة كده من الشطة تبقى حلوة جدا، بس اللي بيحب السبايسي كده. ايه تبلنا كل البطاطسات بتاعتنا اهي. يلا بينا بقى ايه نحطها كده في الزيت. نعلي كده خالص. بصوا هنلاقيها ان هي بتاخد لون على طول. نبتدي بقى نقلبها كده. بصوا لونها مش تاخد وقت معانا خالص، عشان كده بقول لكم نكون الزيت بتاعنا يكون بيغلي. تفضل محتفظة بشكلها ولونها كده هيبقى حلو.
دي بقى طبق التقديم بتاعنا. شويه كده من ايه، في حاجه خضرا كده تحت كده. نطلع بقى الكور بتاعتنا لسه من هنا شويه.